أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك من سفر حسقيال أصحاح 36، جزء من آية رقم 36 وآية 37. أبدأ بالجزء اللي في آية 36: أنا الرب تكلمت وسأفعل، أنا الرب تكلمت وسأفعل، وسأفعل. حط خط تحت كلمة وسأفعل، يعني الرب وعدك بالشفاء، تقول كده الرب سيفعل، تكلم وسيفعل. الرب وعدك ان اولادك اللي تعبينك يتغيروا، يبقى سيفعل. الرب يتكلم ويفعل، انا الرب تكلمت وسافعل. الرب قال لك انك انت هتتحرر من الادمان، يبقى 100% هيفعل، 100% هيحررك من الادمان. الرب قال لك ووعدك انه هيطلعك من الضيقة اللي انت فيها، يبقى 100% هيفعل، هيطلعك من هذه الضيقة. انا الرب تكلمت وسأفعل، بس في شرط، والشرط ده نفهمه من الآية رقم 37. في شرط عشان الرب يفعل اللي وعد بيه. ما هو هذا الشرط؟ نقرأ مع بعض آية رقم 37: هكذا قال السيد الرب، بعد هذه أطلب من بيت إسرائيل لأفعل له. يبقى الشرط هنا ان احنا نطلب ان الرب يحقق وعده. بعد هذه أطلب من بيت إسرائيل، لأن هو كان عطى وعود لهذا البيت أو لهذا الشعب، وبيقولوا إنه يفعل وسيحقق هذه الوعود، بس في شرط. إيه الشرط؟ إنهم هم يطلبوا. عزيزي المشاهد، طلب الرب مش مجرد صلاة، طلب الرب معناه إنك أنت عايز تعيش للرب، في اتجاه إنك تعيش للرب. الصلاة معناها كده، الصلاة معناها انك انت هتعتمد على الرب، هتتكل على الرب. وهنا في الآية دي انك هتطالب الرب بتحقيق وعده ليك. وعدك الرب بالشفاء، هتشفى؟ لا. هتشفى امتى؟ لما تطلب، لما تطلب وتقول يا رب حقق وعدك ليا. وفي رسالة يعقوب في آية بتقول كده: لا تمتلكون عشان ما بتطلبوش. يعني انت عشان مش بتطلب الشفاء مش بتنال الشفاء، عشان مش بتطلب الحرية من خطية معينة لا تنال الحرية. تاخد وعد من الرب وانت بتسمع عظة، وانت بتقرأ في الكتاب المقدس، تقول الوعد ده الرب مقدمه للي زيي. الرب مقدم هذا الوعد بتسديد الاحتياجات، ان كل احتياجاتي الرب هيسددها، بس في شرط. ايه الشرط؟ انك تطالب الرب، انك تيجي متواضع مش معتمد على نفسك. ما هو ده معنى الصلاة، معنى الصلاة ان انا مش هعتمد على نفسي، ده اتجاهي بقى، اتجاهي ان انا هعتمد على الرب وعيني على الرب مش على امكانياتي. لما أبى باصص للرب وراكع أصلي، الرب سيحقق وعده. هنا بيقول بعد هذه أطلب لأفعل لهم، أطلب لأفعل لهم. عزيزي المشاهد، إذن علشان نعيش حياة سعيدة يبقى مهم نعرف وعود الرب. إيه وعوده لينا؟ وعده لينا إيه؟ ان احنا نعيش حياة عائلية فيها انقسامات ومتاعب،
وكل يوم بكتئب، لا ده مش قصد الرب. لازم اعرف وعود الرب ليا في الدائره العائليه، وعود الرب ليا في دائره العمل، وعود الرب ليا في دائره الصحه. لازم اعرف وعود الرب، ولما اعرف وعود الرب دي نمره واحد. نمره واحد اعرف وعود الرب، نمره اتنين طالب الرب بتحقيق هذه الوعود. اقرا الايه مره كمان، انا الرب تكلمت وسافعل، بعد هذه اطلب لافعل لهم. اطلب يعني لازم يطلبوني عشان انا احقق الوعود اللي وعدتهم بيها. عزيزي المشاهد، لازلنا نتامل في ملك الرب، وسبب ان احنا نتامل في ملك الرب ان احنا بندرس سفر الرؤيا اصحاح 20 اللي بيتكلم عن الملك الالفي. وقلنا ان في اكتر من راي في الملك الالفي، لكن اتفقنا ان الاختلاف في الراي في الحته دي ما يمنعش الوحده، ما يقودش للخصام، ما يمنعش الشركه، ما يمنعش ان احنا نصلي مع بعض. ليه؟ لانه خلاف ليس فيه عقيده رئيسيه اساسيه. ما هوش خلاف على شخص الرب يسوع مثلا، على لاهوت الرب، على انسانيه الرب. ما هوش خلاف عن الصليب، عن الدم، عن الخلاص، عن النعمه. لا، ده خلاف في تفسير جزء حتة، ايه اللي هيحصل في نهاية العالم، هل الرب هيملك على الارض او لا يملك. سواء انت بتؤمن بتفسير رؤيا 20 تفسير حرفي ان الرب هيملك فعلا على الارض، او تفسير رمزي زي اغسطينوس انه ده رمز لحياة المؤمنين الان، تستطيع سواء بتؤمن بده وده ان تستفيد من الحلقات دي لأنها بتقدم لك دروس عملية. عزيزي المشاهد، الرب قلنا ان ملك الرب، طبعا انا هفسر في ضوء التفسير الحرفي، قلت لك السبب، سبب ان ده تاريخيا هو اللي تبنته الكنيسة على الاقل لحد مجمع نيقيا سنة 325، والآراء التانية تبنتها الكنيسة بعد أغسطينوس أو الرأي التاني، وفي رأي تالت بقى جزار في القرن السبعتاشر. تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ملك الرب، وقلنا أن ملك الرب ليه جانبين، جانب قلبي روحي وجانب مادي أرضي. الجانب القلبي ان الرب يملك على قلبي، وده لازم يحصل دلوقتي، لازم يبقى موجود دلوقتي عشان تبقى في ملك الرب، انك تعلن بايمان ان الرب ملك على حياتك، وانك انت فعلا سلمت له نفسك هو بيملك عليك. ده الملك في الجانب الاول بتاعه اللي هو الجانب القلبي، جانب الروحي. والآية بتقول كده، ملكوت الله ايه؟ بر. ولما يملك الرب على قلبي يعيش في البر وفرح وسلام، ولما يملك الرب على حياتي هبقى فرحان لأنه يعمل بالروح القدس الرب جوه قلبي، لأنه هو الملك وهيديني فرح وهيديني سلام. وده ملك الرب الحالي اللي هو القلبي الروحي. إنما في ملك تاني أرضي بقى، أرض الرب سيملك على ممالك العالم زي ما بيقول سفر الرؤيا، هيجي الرب بقوة، هيجي الرب بمجد لكي يملك. والناس اللي طول العصور ملكة الرب على قلوبهم، الرب هيجيبهم عشان يملكوا معاه، يملكوا معاه. كتاب بيقول ده بكل وضوح. عايز بقى أتأمل معاك في جزء من إنجيل يوحنا أصحاح 18. ليه؟ لأن واحد هيقول لي إزاي يعني إحنا نملك مع الرب ملك أرضي، ما ملكوت الرب روحي بدليل. عايز أشرح بقى الدليل ده لأنه شرحه مفيد. بيلاطس بيكلم الرب وبيقول له أنت ملك اليهود،
فالرب في آية 36 يوحنا 18 أجاب يسوع وقال: مملكتي ليست من هذا العالم. أول ما حد يسمع الآية دي ممكن يتراءى أو يتخيل أن ده معناه أن الرب ملوش ملك على الأرض، وهو بيقول هنا مملكتي ليست من هذا العالم. إنما الآية دي مملكتي ليست من هذا العالم مش معناها مملكتي ليست في هذا العالم. في فرق بين ليست من هذا العالم و يعني في فرق من أنا أقول أني مملكتي مش من هذا العالم وأن أنا أقول أن مملكتي مش في هذا العالم. في فرق من وفي، في اختلاف بينهم. وأشرح في نفس إنجيل يوحنا من يوحنا 17 الفرق بين الاثنين. إيه الفرق؟ أن أنا أقول مملكة من العالم ومملكة في العالم، في فرق. من يوحنا 17 الرب بيقول عن المؤمنين، بيقول عن التلاميذ والمؤمنين، بيقول إيه؟ العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، بس المؤمنين عايشين في العالم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. يبقى الرب مش من العالم، عشان كده احنا كمان مش من العالم. اسمع الآية دي: ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم. والرب بيكرر الآية دي مرة كمان، يعني هنا في عدد 14، في عدد 16 نفس الإصحاح يوحنا 17 يكرر قائلا: ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، لكن هم عايشين في العالم. لست أسأل، ده كان بيقدم شفاعة في هذا الوقت للتلاميذ، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. عزيزي المشاهد، لو أنت مؤمن حقيقي لازم تقول كده: أنا مش تبع العالم ده، لكن أنا عايش في العالم، لكن العالم مش هيأثر فيا ويبعدنا عن الرب. ده أنا اللي هأثر في العالم، أنا اللي هجيب ناس من العالم للرب بحياتي بكلماتي، لكني لست من هذا العالم. إذا لست من هذا العالم يعني طرقي مختلفة عن الناس اللي في العالم. الناس اللي في العالم بتحركهم الشهوة، بيحركهم الخوف، الناس اللي في العالم بيحركهم الإغراء. أنا لا، أنا لست من العالم، أنا اللي بيحركني الرب، قيادة الرب ليا والمبادئ الروحية بتمشيني. سراج بقول كده لرجلي كلامك، يعني النور اللي بيمشيني وصاياك ووعودك. أقلك أنا لو أنا من العالم، لا، ده اللي بيمشيني حاجة تانية. أنا مش من العالم، عشان كده أنا مش ماشي في الخطايا اللي في العالم، أنا ضدها. أنا نور للعالم لكني لست من العالم، الرب طلعني من العالم. لما قبلته ملك على حياتي ومخلص ليا طلعني، كنت من العالم وطلعت من العالم. وعشان كده، عشان الخاطي لما يجي للرب بيطلع من العالم، بمعنى مش إنه يبقاش في العالم، لا، ما يبقاش من العالم. في فرق، قلنا من وفي، في هيستمر في العالم. ليه هيستمر في العالم؟ عشان ليه دور. عرف الرب يبقى دوره ان يمجد الرب، دوره ان يشهد للرب، الرب هيعمل له خطه عليه ان يؤديها، لانه ما عادش ملكه، ما عادش ملك نفسه، بقي ملك الرب. لما كان ملك نفسه كان بيقود نفسه، بقى ملك الرب، يبقى الرب عامل له خطه وعايز يعيش فيها. لكنه بسبب انه امن بالرب يسوع بقى ايه؟ بقى مش من العالم. يقول كده: ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. الرب ارسل التلاميذ الى العالم، ما خلاص هو مش من العالم. عشان كده عزيزي المشاهد، الخاطي
لما بيؤمن بالرب يسوع بعد ما كان من العالم يبقى مش من العالم. ويعبر عن ده ازاي؟ بالمعمودية. لما يتعمد ايه اللي بيحصل؟ بينزل تحت المية فيعلن انه مات عن انتسابه للعالم وبقي تبع الرب يسوع، بقي مش من العالم، بقي للرب يسوع لكنه لا يزال في العالم. مملكة الرب بنفس الطريقة، لو بنتكلم عن ملكه اللي مشروح في سفر الرؤيا أصحاح 20 بيقول كده: مملكتي ليست من هذا العالم. يعني ايه؟ يعني ما فيهاش طرق العالم. يعني الرب مش هيعمل المملكة دي زي ما عمل الاسكندر الأكبر مملكته، يجيب أتباعه ويعمل جيش ويحارب. لا، هو مش هيحارب قيصر وعشان يعمل المملكة بتاعته ويخلي التلاميذ بتوعه بقى يدربوا على السلاح لا، مملكته مختلفة، لن تقوم بهذه الطريقة. مش هتقوم زي ما قامت مملكة الاسكندر أو امبراطورية بتاعت نابليون، لا، لن تقوم بهذه الطرق العالمية، لن تقوم. وأي مملكته ليست من هذا العالم، لأن فيها شق تاني، قلنا أن فيها الملك على القلب. يعني لازم الرب يبقى مالك على القلب عشان يملكني معاه على الأرض. مملكتي ليست من هذا العالم لكنها في هذا العالم. واضح من الإجابة، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي أو الناس اللي معايا التلاميذ يجاهدون ويعملوا معركة مع اليهود لكي أسلم إلى اليهود. ليست مملكتي من هنا. الآية دي بتقول لنا ان يبقى ايه اللي نتعلمه من الآية دي اللي يفيدنا كلنا، سواء كنا بنؤمن بالتفسير الحرفي لرؤية 20 او التفسير الرمزي. احنا طرقنا تبقى مش طرق العالم ابدا. لو انت تاجر بتشتغل وبتتصرف زي بقية التجار بالاكاذيب بالطرق بقى اللي فيها ممكن تحطم ناس وتغلي اسعار تبقى انت عالمي، تبقى انت مش تبع الرب. اعمالك بتظهرك. عشان تبقى تبع الرب كتاجر تبقى وانت تاجر تبع الرب. مش قادر خلاص ما تشتغلش تاجر، اشتغل اي حاجه تانية. ما ينفعش تبقى طرقنا وسلوكنا زي سلوك الناس اللي في العالم. ما ينفعش. الناس اللي في العالم بتحطم بعض، الناس اللي في العالم ما بتساعدش من القلب، الناس اللي في العالم بتكذب، الناس اللي في العالم بتهرب من دفع الضرائب. انا ابقى زيهم؟ ما ينفعش. هنا بيقول الرب مملكتي ليست من هذا العالم. مش الموضوع المكان الارض، لا، الموضوع السلوك. مملكة الرب يسوع اللي حسب التفسير الحرفي في النهاية هيبقى فيها بر، مش هيبقى فيها ظلم، مش هيبقى فيها اغتصاب، لا، لأن الرب هيبقى زي ما بيعبر عنه سفر الرؤيا معاه عصايا من حديد تمنع أي تجاوزات. عزيزي المشاهد، احنا مش من العالم. افراحك مش هتبقى زي افراح الناس اللي في العالم، مختلفة. اللي بيفرحهم غير اللي بيفرحك لو انت عرفت الرب، واللي بيزعلهم غير اللي بيزعلك. وده اللي قاله الرسول بولس بكل وضوح في الرسالة الاولى الى كرونسوس، ان احنا لا نحزن زي العالم ولا نفرح زي العالم. احنا عندنا حاجات تفرحنا مختلف، احنا مختلفين. مش معنى كده ان احنا مختلفين ان انا اسيب الدنيا واروح اعيش في صحراء. لا، مش قصد الرب. قصد الرب انك تقوم بشهادة في العالم، تبقى نور، تبقى مؤثر. مش مهم تعيش فين، تعيش في صحراء، تعيش في، لكن مهم ان يبقى ليك، تحقق دور الرب ليك هنا على الارض، ليك دور لا تهرب منه.
لان تبقى متاكد انك انت بتحقق دور الرب. ليه؟ عشان انت مش من العالم، مملكه الرب مش من العالم. اعود الى اصحاح 17 بيقول ايه؟ لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير، كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. عزيزي المشاهد، هل انت امنت بالرب يسوع وبقى الرب يسوع هو يملك على قلبك؟ تقول لي نعم، اقول لك 100% الرب ارسلك لمهمه عظيمه. اعرف من الرب ارسلك لمين وايه دورك، هتعمل ايه. هنا بيقول كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. لو باقي لحياتك في هذا العالم يومين بس، اليومين دول الرب هيستخدمك فيهم، اليومين دول هتحقق فيهم مشيئة الرب. وكلنا نعلن إيماننا ان احنا الى اخر يوم من ايام حياتنا هنبقى مش تبع العالم، هنبقى في العالم لكن مش تبعه، مش هيأثر فينا، مش هيأثر بالهم بتاعه يجيبه لنا، مش هيأثر بالإباحية بتاعته هتجينا، مش هيأثر بالإغراء بتاعه هيخدعنا. كلا، احنا اللي هنأثر في العالم، احنا بحياتنا بكلماتنا بصلواتنا هنجيب ناس كتير نطلعهم من العالم عشان يبقوا زينا والرب يستخدمهم. عزيزي المشاهد، إذن ملك الرب يعني حاجتين، ملكه حاليا على القلوب ثم ملكه في النهاية على الأرض. ولما الرب هيملك على الأرض زي ما بيقول سفر الرؤيا هنملك معه، ولما هنملك معه هيبقى لا يزال الرب يملك على قلوبنا. عزيزي المشاهد، هكمل معاك في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الدم والعهد، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.